توقيع ديوان أصداء بين نجلة ومية للفنانة ماجدة شعبان. حفل توقيع ديوان أصداء بين نجلة ومية للفنانة ماجدة شعبان بجالوري إكزود بيرافقه أو بتضمن 38 لوحة أكريليك من نخبة أعمالها إيكوز إيكوز إيكو إيكو، افتتاح معرضها الفردي الرابع اللي هذا هو عنوانه. التوقيع والافتتاح يوم الأربعاء ب 24 تشرين الأول اللي مرق الساعة 6 كان بصالة جاليري الأشرفية اللي هي إكزود، ونزلت وزارة الخارجية، وبيستمر المعرض لغاية 6 تشرين الثاني 2018 بجاليري إكزود. ماجدة شعبان أهلا وسهلا فيك، حضرتك فنانة تشكيلية وكاتبة أيضا، يعني كنا بعدنا عم نحكي قديش عم نفتقد للكتاب، كمان قديش عم نفتقد للعادات والتقاليد والطرق اللي كنا نلعب فيها نحن وصغار مع الطرق يلي تطورت. طبعا كل شيء بده يتطور بالحياة، ولكن ضروري نحافظ وننقل تقاليدنا وعاداتنا من جدودنا وستاتنا لأولادنا ولأحفادنا ولكل شيء مرق. وهذا الكتاب بيحمل هالعنوان هيدا، يعني من اللي كان مع ستة لماجدة اللي صار مع حفيدتها موجود بهالكتاب ومترجم أيضا باللوحات اللي رح نشوفها بهالمعرض. أهلا وسهلا فيك ماجدة. أهلا فيك، أنا بحييك جوزيف وبشكرك على المقدمة الحلوة. برافو لهالالتفات، يعني هي توعية بنفس الوقت، مش بس عمل فني راقي عملتي، إنما توعية ونصيحة ورسالة عم تحاولي توصليها للناس يلي عم ينسوا انه في عادات وتقاليد لازم نحافظ عليها، لانه بلاها نحن ما عنا، يعني بلا تاريخ ما عنا شيء. بدي بلش قبل ما نحكي عن الكتاب، ليش اخترتي السيرفولان يعني من ستك لحفيدتك؟ لانه هو التام عن الحلم اللي انا بدي اياه يضل مستمر من جيل ستي لجيل حفيدتي. هيدي طياره الورق اللي كانت نحن وصغار لما نطير نحس انه هيدا انجاز كتير كبير. الحلم، الحريه، الطيران، اللي بحكي بالنصوص وباللوحات عن كل تفاصيل الطفوله اللي بس انا صرت تيتا خلوني احفادي ارجع اتذكر ستي، وعم بقدم لها تحيه بهذا الكتاب. عم بتوجه، عم بقول الى الانثى التي كانت جدتي، الى الانثى التي صارت حفيدتي، اللي بعتبر هيدي الانثى يلي من جيل لجيل هي اللي بتحمل هيدي القيم وهي اللي بتربي عليها. والبساطه اللي تربينا عليها على ايام ستي من تفاصيل المونه وطياره الورق والجنينه وكل هالنباتات الحلوة بالطبيعة عطيتني، هي اللي عطيتني موتيفاسيون بحياتي، هي اللي عطيتني هيدي القوة اني الحق الشغف تبعي بالحياة واعرف شو بدي. عم بحاول بهالطيارة الورق، اذا انا هديتها لحفيدتي مع كل الاشياء الحلوة تبع الطفولة، عم بعطيها هيدي الزوادة اللي ضروري تحملها بالعاطفة وبالحب الكبير تتكون هي بدورة الأنثى اللي بتخلي الحلم مستمر. يعني أنت متهمة أنك فيمينيست، يعني واتهمت أنك فيمينيست، لأنه أنت عندك حفيد وحفيدة هن توينز. صحيح، عم مثلا مصنطة حبيبات قلبي سامي ومية، بتنحازي إلى حفيدتك. هلأ يقتضي الموضوع هنا انه انت نقلتي من ستك لحفيدتك، ما مش من جدك لحفيدك. صحيح. ولكن كيف بتردي على اتهامك حتى من العائله نفسها؟ يعني بيقولوا لك ماجدة، لقلك انا هيدا الاتهام عم بنظلم فيه، انا بحبهم اثنيناتهم حبيبات قلبي، يعني هو للاحفاد. انا بالنسبه لي الانثى هي مثل اعلى، هي العطاء، هي المراه يلي بنفس الوقت اللي بتدوب عاطفه بس هي قويه وقادره تربي الأجيال وقادرة تخلي القيم اللي للأسف عم نفقدها تخليها موجودة. هي برأيك أكثر من الرجل فيها تنقل العادات والتقاليد للأحفاد؟ نعم نعم. ليش؟ أنا هيك برأيي. ليش؟ هي أول شيء الرجل شريك. نعم. شريكة بالحياة، كمان بتستمد منه قوة وبتتماشى هي وياه بالحياة. هي أقوى لأنه المرأة ربنا خلقها أنه بتقدر عندها القدرة تعمل كتير من الأمور بنفس الوقت، هي اللي بتحمل وهي اللي بتخلف وهي اللي بتربي الأجيال. نعم. بمساعدة الرجل، ولكن القوة والأشياء العاطفة وكل الأمور موجودة عند المرأة. المرأة أقوى من الرجل؟
بهيدي الأمور. يعني أنا بعتبر هول الكونتراست العاطفي القوية والقوة، قوة الشخصية، هيدا شيء مميز وهيدا شيء رباني. يعني اللي دواه بهيدا الشيء، يعني نقلتي أفكارك لكلمات بالكتاب وترجمتيها أيضا بلوحات هي ذاتها رح نشوفها بالمعرض، وبقى عم نشوفها هلا مستمر لستة تشرين. نعم. الثاني ب جاليري اكزود، ووجه لهم تحيه كبيره. هن نعم. كمان الانثى. نعم. هن اكيب صديقاتي واكيب جاليري بترافق الفنان وبتختار. نعم. شو رح نشوف لوحات؟ وإذا بدك فيك تقري لنا مقاطع وتخبرينا عن اللوحة اللي رسمتيها من وراها. أوكي، هلأ أنا بتترافق الكلمة مع اللون بهذا المعرض. يعني أنا في حوارات مع ستي حكيتها وفي حوارات مع حفيدتي. 38 لوحة أكريليك هن بالمعرض موجودين. نعم. بيكون فيهم كل التفاصيل، حتى المونة موجودة وحتى طيارة الورق. نعم. لستة فيني أقول لك شو قلت لها بمطرح: دعيني أفلت الليلة من خيوط الدمى، أهرب من ذاتي من كل شيء، أوراقي ألواني خشبتي طيفي زماني، آوي متعبة إليك أسترسل في النوم فوق راحتيك، تحرسين غفوتي تراضينني، تسرحين شعري تمسحين جبيني، ترمين من حول تلك الصفائح والأقراص الحادة البلهاء بكل ما فيها من صور أرقام كلام مزيف، ما زالت أوانيك المنمقة شطائرك المغمسة تستهويني. بهون بقصد أنه العالم اللي نحن ربينا عليه، البساطة، بساطة ستة، حبها الكبير، اللي كمان بمطرح كنت عم بقول أنه مهنتها الحب، يعني كان عندها مهنة هيدا الحب اللي تعطينا إياه من دون مقابل. أنا بستفقد لهول الأمور بعصر صار حتى الحلم مسروق منا، الحلم مكبوت، ما بقى عصر سرعة، ثورة رقمية. طيب أنت عم تعطي نفس الشيء لحفيدتك؟ أنا عم بحاول كون على قدر هاي المسؤولية، لأنه أنا شخص كتير عاطفي، كتير ما كتير بحب. جيلنا عانى من هاي النقلة النوعية السريعة اللي صار كل شيء جامد، كل شيء إكران، أحاسيسنا صارت بس تختصر على نتطلع ونسمع، ما بقى منلمس الأشياء، ما بقى منشم الروائح، حتى الريحة موجودة بلوحاتي وبنصوصي وبستذكر ستي فيها. عم حاول كون على هيدا القدر من المسؤولية أنه أرجع عيش أحفادي بهيدا البساطة والطبيعة والأشياء الحلوة. اللي سمعني منك هذا المقطع بشو ترجمتيه رسماً؟ بمونة ستي وجنينتها. في لوحات موجود فيها المجامع النيدو اللي كانت ستة تزرع فيهم النيدو والتترا، يلي كتير عم ياخدوا سكسي بالمعرض. بقلها مطرح ما زرعت الحبق والمردكوش وهيدول الزرعات، تبولك زرعت في قلبي غرسة حب أبدا لا تموت بالحديقة، مطرح ما كنا نلعب نحن وصغار. طبعا العصر تغير وإشياء كتير تغيرت، بس فينا نحن قدر الإمكان نحافظ على هيدي العاطفة اللي نعطيها لأولادنا، لأنه للأسف صارت الأولاد بهالأيام مرات بتتربى، مش يعني بيكونوا الأهل بعاد وبيتربوا. نعم. الأولاد بعيد. كتير مهم نضلنا نعطي هيدي العاطفة، لأنه مش مزبوط أنه العاطفة بتنزع. بتحسي مش من زمان كنت تعمليون؟ وقت اللي أنا كنت أم، وهي المسؤولية اللي أكيد بتضلها شخصيتك زيتها، بس بيكون مطلوب منك مسؤولية كتير كبيرة. نعم. منك عندك وقت تحلم وتطير وتلعب. نعم. هلأ أنا مع أحفادي المسؤولية على بنتي وعلى أهلهم أنه صحيح. يربون. أنا علي أعطي هذا الحب الكبير، ألعب معهم. يعني مزبوط المثل بيقول ولد الولد أعز من الولد. ما في شك، أنا اختبرت هذا الشيء. اختبرتي؟ اختبرت. زعلتي طبعا الولد تيتا وبعدك بعمر صغير؟ لا أبدا، أنا كان غريب الإحساس قبل ما صير تيتا. لحظة اللي صرت تيتا بلش يخلق هذا الكتاب. نعم. بلشت أرجع أنا الصغيرة، أنا الحفيدة اللي عم بقدر قيمة ستي. نعم.
نعم. لأنه صرت تيتا وبلش يخلق الكتاب وخلقت الكلمة هالمرة قبل المعرض. نعم. يعني قبل اللوحات وبلشت بعدين ترجم الكلام إلى نعم. لوحات. 38 لوحة كيف عم بيلاقوا أستاذ حسين؟ كيف عم الحمد لله الفعل؟ كتير عم بتكون ردة الفعل حلوة لأنه هيدا التيم جوزيف صحيح هو أنا عم بحكي عن تجربة شخصية بس هو عم بيدق بكل حدا لأنه كل حدا بيرجع لطفولته وبينبسط نعم. بهيدا الزمن الجميل اللي راح بيرجع بتذكر الجدة والبيت الست مطرح ما تربى نعم. مطرح ما كان ينطر العيد أو الويك أند ليروح ينام عنده هذه النوستالجية موجودة عنا كلنا يعني اللي عم تحكي أنت كلنا عشنا وكلنا شفنا وكلنا شفنا العلب اللي كانوا يستعملوه من بعد ما يخلص منهم المونة الأكل يزرعوا فيهم أو يحطوا فيهم أغراض الخياطة أو كلها كلها أمور هيدي خلص وقتنا بس أنا بدي منك تقولي شغلة هيك صغيرة لحفيدتي شو كاتبة وشو ترجمتيها بأي رسمة بقول لها صغيرتي لا تخافي من عصارة تلك الدروب والذكريات خبأت لك زوادة صغيرة من الحنين تشع منها أقراص شمس وسكر كرات زهرية غزلها غيم نيسان بالورد بالمسك بالعنبر عرائس تزينت بأقراط التين وفساتين الأحلام شطائر مغمسة تلونت سمرتها بدبس العنب والزنجبيل أيضا وأيضا صنادل السكاكر والأماني بيت صغير وأغنية هيدي شو رسمتيها؟ هيدي رسمت لها الطفلة اللي عم تتمرجح وحواليها لجنينة الزهور واسمها اللوحة إكليب لأنه مبينة أنه طايرة بالحديقة أنت مع تكنولوجيا ولا ضدها؟ التكنولوجيا عندها الشيء الكتير إيجابي يلي بيطور الطب وبيطور كل الأمور ولكن باعتدال ونعرف كيف أولادنا عم بيتعاطوا مع هذه التكنولوجيا صحيح برافو عليك يعني أنا بتمنى التوفيق لك مع كل لوحة في كتاب بيقدروا يحصلوا عليه كمان ليقدروا يشرحوا أكيد وبتمنى أنا يجوا الكل يتمتعوا باللوحات ويقرأوا الكتاب تانكيو لألك ميرسي جوزيف وبشكر الفيوتشر كمان لكل المشاهدين نحن لكم مكملين بريك ونرجع خليكم